وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير نائل جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. بداية وبعد التحية، جهود دؤوبة بالفعل قامت بها مصر من أجل مكافحة الإتجار بالبشر من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتأسيس اللجنة الوطنية، كيف تعلقين؟ أي يا فندم؟ أنا مش سامعة حضرتك. نعم، مساء الخير. يعني كنت أسأل حضرتك عن الجهود الدؤوبة التي قامت بها مصر من أجل قامت مصر فعلا، أنا سمعتك دلوقتي حضرتك. قامت مصر بجهود دؤوبة في هذا الخصوص، وإحنا بدأنا منذ فترة، بدأنا منذ سنة 2007، وبعدين وضعنا مشاريع معينة سواء بالنسبة لاستراتيجية وطنية أو اعتمدنا قانون للإتجار في البشر، قانون 64 ل 2010، عملنا دراسات عن أشكال الإتجار في البشر. وزي ما حضرتك مشكورة قلتوا في السرد بتاعكم إن إحنا أطلقنا حملة للتوعية بأشكال الإتجار بالبشر لحماية المواطنين خصوصا في زمن الكورونا من كل صور الاستغلال، يعني تحرك متكامل في هذا الخصوص. زي ما إحنا لاحظنا الكلمة الموحدة اللي قيلت بمناسبة اليوم العالمي للإتجار في البشر، تجد حضرتك إرادة سياسية واضحة، دولة رئيس الوزراء اتكلم، وزير الخارجية اتكلم، وزيرة التضامن اتكلمت، أيضا في رؤية من قانونية للنائب العام المصري في مكافحة الجريمة، تجد أيضا أن الهيئات الدولية اتكلمت، المنظمات الدولية ذات الصلة، مجلس الطفولة والأمومة، كل ده بيوضح أن مصر لها رؤية متكاملة بالنسبة للتعامل مع هذه الجريمة، وده اللي يؤدي إلى أن احنا نحقق بعض النجاحات في هذا الخصوص. نعم، في ضوء يعني تعريف هذه المفاهيم المتكاملة لخطورة جريمة الإتجار بالبشر من جانب المؤسسات المحلية والوزارات المحلية، وأيضا كما ذكرتي سعادة السفيرة من جانب المؤسسات الدولية، يعني برأيك هل من خطوات إضافية للتعريف بأشكال تلك الجريمة والسبل يعني العالمية لمواجهتها؟ حضرتك تعلمي ان احنا دولة فيها اكثر من 100 مليون، فيها 27 محافظة، فبالتالي ان هذه الحملات تصل الى جميع المواطنين ده عايز شغل مستمر لا يتوقف. احنا نجحنا في المرحلة في الموجة الاولى والموجة الثانية من التوعية، ولكن هذا الموضوع يجب ان يستمر، وحضراتكم كاعلاميين برضو عليكم دور كبير في هذا الخصوص. اضف الى ذلك انك في فتره الكورونا من الاهميه بمكانه لنتيجه تبعاتها الاقتصاديه على اكثر الطبقات احتياجا وهشاشه، يجب ان احنا نكثف من عملنا، وده هو رؤيه الحكومه، احنا متفقين جميعا على ذلك. وفي اشكال جديده بقى مستحدثه للاتجار في البشر، نعم، نتيجه للجريمه الالكترونيه وتطور وسائل الاتصال، كل ده بيؤدي الى اننا علينا عبء مضاعف في الفتره القادمه نحن نقوم به، وده احنا الحمد لله مستمرين في هذا الخصوص مع جميع شركائنا الوطنيين والدوليين ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.